اولا السلام عليكم، معكم مصطفى الرشيدي، مرحبا، مدير جريده الجسور ووجده تي في، كذلك معك الاخوان ديال جريده وجده زوج. مرحبا بكم. حنا بغينا نعرفوا غير هذه المعلومه اللي تسربت للتلاميذ، واش هذه المعلومه تسربت عن طريق الخطا في النظر ديالك انت، او كاين شي لوبي ديال شي اساتذه اللي بغاو يسربوها باش تهربوا من المسؤوليه ديالها؟ شكرا. اذا اولا كنرحب بالاخوان في هذه المحاوله وفي هذه المبادره. يسمح لي شويه غادي نتحفظ على كلمه لوبي ديال الاساتذه، حنا الاساتذه ديالنا اطر كنقدروهم، ولكن لست ادري شنو هو المصدر ديال هذه المعلومه اللي كتقول بان هذا البرنامج والطريقه ديال احتساب نقاط تغير هذه السنه لم يحدث اي تغير. بالنسبه لنا الطريقه التي كانت تحتسب بها المراقبه المستمره والامتحان كما كانت في السنوات الماضيه هي نفسها، اذا ما وقع حتى تغيير. كاين واحد الطارئ اللي شويه ربما البعض يحاول، لست ادري واش ما فهموش ولا كذا، كيتعلق ببرنامج مسار. هذا برنامج مسار واحد لابليكاسيون دارتها الوزاره لاحتساب النقاط بواحد الطريقه، ماشي طريقه جديده وانما غير اعلاميا اعلانائيا هكا نقولوا ياك، يعني انفورماتيزي للطريقه اللي هي جديده. اما النقطه اللي كان كيوضحها الاستاذ بنفس الطريقه اللي كان كيوضحها في السنوات الماضيه هي نفسها. جميع الفروض بكل مكوناتها لا زالت موجوده، لم يحصل اي تغيير. اذا وحنا الان كنحاولوا نشرحوا للتلاميذ ديالنا وبالتنسيق مع الساده رؤساء المؤسسات التعليميه وحتى الساده الاساتذه ان الجميع خصص واحد الوقيته باش تشرح للتلاميذ بان ما وقعش تغيير، ما كاينش تغيير، ما كاينش جديد. اللي كاين هو على مستوى الشكل فقط اللي وقع هذا اللي جا هذا البرنامج واللي راه حنا كنحاولوا نطبقوه. إذن أنا غير بغيت نطمئن التلاميذ ونطمئن الأسر ديالهم آباء وأولياء التلاميذ بأنه نفس الطريقة اللي كنا كنحتسبوا بها النقط ديال المراقبة المستمرة في السنوات الماضية في جميع الامتحانات لا زالت هي لم يحصل أو لم يحدث لها أي تغيير. كسؤال بالنسبة للإجراءات التي تقوم بها النيابة في هذا الصدد. إذن احنا بدينا الآن، كاين هناك مجموعة من اللجان الآن اللي مشات لمجموعة من المؤسسات، وكذلك كنشكر مجموعة من المديرين اللي خذوا المبادرة وفعلا الان كيقوموا بهذه الحملات داخل الفصول، مجموعه من المؤسسات الثانويه. بالنسبه لنا الان كتلاحظوا احنا استقبلنا واحد المجموعه ديال التلاميذ، وفي العشيه ان شاء الله غادي كذلك اللجان النيابيه وانا شخصيا غادي ننزل لهذه المؤسسات ونشرح للتلاميذ، والهدف ديالنا هو ان الامور ترجع للطبيعه ديالها. وحنا كنعرفوا بان الوضع التعليمي بنية بتوجد انقاض بفضل المجهود ديال الاطر ديالو مستقر والحمد لله، واعتقد ان هذا التحرك هو جاي هكذا، المصدر ديالو والاسباب ديالو ما بقاتش تهمني انا، اللي يهمني هو ان التلاميذ يرجعوا للدراسه ديالهم لما فيه المصلحه ديال وليداتنا كاملين. استاذ اخر سؤال لو سمحت لي، غير واش فعلا كاين شي مذكره وزاريه جات ومازال ما طبقتش ولا ما كايناش اصلا؟ لا، ليس هناك اي مذكره وزاريه في شان المراقبه المستمره والامتحانات باستثناء المذكره اللي كتقول اعتماد برنامج مسار في ادخال النقاط ديال التلاميذ ديالنا، لان هذه اذا بغينا نقولوا بالنسبه لبرنامج مسار فيه مجموعه من المكونات، فيه الاحصاء وفي احصاء التلاميذ وفيه التقويم وفيه الحياه المدرسيه وفيه الموارد البشريه، هذه مجموعه من المكونات ديال هذا البرنامج، واللي من خلالها غادي الاداره غادي تسهل حتى على الاباء الامكانيه ديال الاطلاع على الحياه المدرسيه ديال وليداتهم، يعني كيعرفوا النقاط ديالهم، يعرفوا الفروض المنجزه الى غير ذلك. وهذه غير ابليكاسيون نوتر لا علاقه لها بالتقويم، التقويم راه كيديروا الاستاذ وهو اللي كيقوم التلميذ ديالو، هو اللي كيوضع النقطه المناسبه، وحتى السلطه ما عندها الحق تتدخل في تغيير هذه النقطه. اذا كنشكركم وتبارك الله عليكم. شكرا سيدي والعفو، الله يوفق الجميع. شكرا.